في شغله راشد لاحظتها، يعني حتى اختياره لحضور المباريات كان على بناء علمي، ما كان مشجع. في مدارس مختلفه، مدرسه العصبيه ومدرسه البيولوجيه ومدرسه والانماط والفهم اكثر. زين، علم السلوك اللي يعني نطبقه حاليا مثل ما قلت هو تطبيقي، يعني نقدر نقول علم النفس شيء داخلي، داخل الانسان نفسه، اكثر يحرص على الفهم، اكثر يحرص على الفهم، زي ممكن يستوعب شو كيف ممكن يكون مؤثراته، فيكون في إرشاد، ويكون إذا تطور الموضوع إلى دكاترة إذا وصل حق موضوع الاكتئاب وغيره، يعني تأثيره على النفس البشرية. في القرن الماضي تم منع الأندية الإنجليزية من المشاركة في المسابقات الأوروبية، كان السبب سلوك الجماهير. وفي المقابل في القرن الحالي شفنا انبهار الجميع من سلوك المشجعين اليابانيين. ليش؟ المشجعين اليابانيين حولوا البالونات إلى أكياس لتنظيف الملعب. اليوم حلقتنا غريبة وعجيبة بنفس الوقت، اليوم راح نتكلم عن علم السلوك المجتمعي وأثره في الرياضة. نرحب بضيفنا سعود الخيس، كيف حالك؟ الله يحييك. جاهز الحلقة؟ بإذن الله. أنا أصلح الأمانة جاهز من أشهر، وأنت عارف الشيء هذا، كنت أزعجتك الحلقة هذه أبيها بالتهديد. إن شاء الله كل شيء بوقته وكل شيء بسياقة، راح إن شاء الله توصل المعلومة للمشاهد بإذن الله. نرحب راشد الصالح، شو أخبارك؟ يا هلا، مرحبا فيك. جاهز راشد؟ جاهزين ومتحمسين إحنا للحلقة مع أستاذ سعود. أكيد راح تكون حلقة متميزة لأن موضوع جديد ينطبق على الساحة. إن إحنا اليوم راح نتكلم بعد ما إحنا رجعنا من مباريات كأس آسيا وشفنا شيء على الواقع، ممكن احنا راح نتطرق له بعد شوي. اكيد بالعكس، احنا نروح هناك ونشوف من الشغلات اللي اضافت الكره، يعني احس انه بشكل عام خصوصا الدوحه مو اول ما يسوونها. صحيح. ودنا نتكلم اول شيء للسياق الاول او الموضوع الاول اللي هي عن الرياضه، هل تشوف ان الرياضه صناعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء شاكر لكم الاستضافه، وبالفعل الموضوع يعني يتم اسقاطه على الجانب الرياضي خصوصا كرة القدم جدا مهم، لان مثل ما تفضلت الرياضة يعني كبروها وقالوا صناعة، لا هي اكبر من كذي، الرياضة صناعة وقوة ناعمة وفن وعلم، وهذا اللي اليوم نبي نتكلم عنه، العلم اللي توصل في تطبيقه على الجانب الرياضي لأهميته، فان شاء الله يعني نقدر نغطي من كل الجوانب. كنت موجود في كأس العالم اللي طاف؟ حضرت. اي مباراة حضرت؟ حضرت مباراتين، المغرب وكندا والأوروغواي وغانا، فالمباراتين يعني كانوا مختلفتين. ومن جانب نفسي أيضا من هذا موضوعنا يعني تكلمون عن ظواهر مختلفة، نتكلم عن المغرب وكندا، خلينا نقول التشجيع العربي والحضور العربي والحضور، يعني وصلنا كانت هي ثالث مباراة، فكان شبه متأهل حق، فصار في خلينا نقول لا هذا المنتخب راح يمثلنا حق الادوار القادمه. صحيح. وفعلا ما توقعنا طبعا انه يوصل هالمستوى اسبان، لا ما توقعنا، توقعنا يمكن يطوف الاول بس الدور الاول، لكن يغلب اسبانيا، انتخابات كبيره ويتاهل، يغلب البرتغال ويوصل للنص النهائي، هذه كان الزخم والتاييد العربي والوحده العربيه اللي صارت، يعني الكل يشجع المغرب، هذا الظاهره الاولى. والظاهره الثانيه المغرب، عفوا غانا وأوروغواي لو تذكرون، اللاتينيين وعندك افارقه هنا، هذا جانب، وجانب خلينا نقول التاريخي 2010 بكاس عالم بالضبط، صارت هم بينهم، تذكرون سواريز لما طقها بيده اخذ بلنتي وتم صدر ضيعها، فكان في سياق حق المباراه، السياق هذا انسحب على المباراه في ذاك الوقت، فهذا التاثير وهذا الجد يعني مهم ان نتكلم عنه دام طرحناه، شنو تاثير السياق على مباريات لو تفكر فيها، مباراة مبتورة ما لها شغل، يمكن اللي لعب 2010 ما يلعب 2022، والتاريخ قاعد يعيد نفسه، نفس المباراة نفس المباريات، الناس بذهنها سواريز، بذهنها اللي الظلم اللي صار على غانا، لأن حرمها من تأهل، يعني كان كبير حق غانا، كان اعتقد تأهل الى نص النهائي، اي يعني ادوار متقدمة ما تقدم لها، فشنو هذه لمسة هنري إيدا لما طلع إيرلندا، كثير من السياقات يعني تأثر على الأفعال أو المشاهدات اللي إحنا نشوفها، اللي ما عنده هذا السياق ما راح يفهم شنو قاعد يجري في الميدان. في شغلة راشد لاحظتها، يعني حتى اختياره لحضور المباريات كان على بناء علمي، ما كان لا أنا ما بي يعني
كل مباراة دواست انت داش تدرس المباراة مو يعني والله انا حرصت على المغرب وكندا لان فعلا المغرب يعني تابع متابع جيد للكرة. منتخب المغرب فعلا كان يعني تأهيله ويعني اسماء اللاعبين فيه يمكن الناس بس تذكر مثلا اللاعبين مثل زياش وهذا لا كان في لاعبين ما ضروا له كاس عالم فصار كاس العالم كأنه فرصة ظهور للاعبين مظلومين بقية الدوام. وترند شفنا يعني حمود الخضر كان عنده أغنية سواء كاس العالم بس غيرها بعد وصول منتخب المغرب إلى أدوار متأخرة وغيرها خلاها باسم اللاعبين اللي كانوا موجودين وهالشيء خلى يعني تذكر كاس عالم 2010 لما ما تأهلوا غانا هالشيء خلى منتخب المغرب أو منتخب الأفريقي الوحيد يتأهل لنصف نهائي كاس العالم. صح فصار الحين يعني على قولتهم أول منتخب أفريقي وعلى كلام يعني المسي على الفنان حمود الخضر بخير. يعني حمود الخضر خلنا نفهم هذا السياق أيضا بالجانب الفني لأن قلنا الرياضة مو بالصناعة حتى فيها جانب صحيح. الفني وتخدم قطاعات مختلفة شوف الفندش بالموضوع تكلم عن الرياضة وغيرها من أمور وإحنا قاعد نتكلم رياضة فإحنا قاعد نتكلم وأنتم توكم من آسيا فأداء الحين وشفناه أيضا حمود في موجود وهو أدى الأغنية الرسمية لل يعني البطولة الحين نتكلم عن ذيك كان متكلم أو كان يعني مغني أغنية يعني غير رسمية للبطولة لكن خلت يعني زخم كبير لكن شون حول السياق إلى جانب المغربي ليش لأنه لا وصل إلى مراحل متقدمة فيعني نفس الألحان لكن بتطوير يعني بسيط للأغنية قدر إنه يلامس جمهور فهذه يعني كثير مهمة ونذكر حتى لو تذكرون إحنا قاعد نتكلم شوي من حولنا من سياق رياضي إلى الفني بالعكس إحنا مثل ما قلنا الرياضة صناعة بالكامل تذكرون 2010 هي كانت 2010 أتوقع كأس العالم مال جنوب أفريقيا نعم 2010 فقاعد نتكلم عن لو تذكرون أغنية الأفريقية وشون إنه فعلًا خذت كأنه ما جاي مثل أفريقيا اللي هي واكا 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 وغيرها حتى مالت كوكاكولا مو كان ما كانت أغنية رسمية صح when I be older I be stronger هذه الأمور يعني تبز الثقافات بشكل تعكس جديد. ثقافة ما كان لها فرصة إنها تنعكس فشون رحنا من رياضة لفن والحين قاعد وصلنا إلى شنو ثقافة والغريب إن إحنا الحين حافظها يعني أنا من 14 سنة يعني أنا ناسيها ترى بس ولا ومغنية رسمية أغنية أحد نقول الشركات بالقطاع الخاص قطاع خاص اللي هو تجارة فإحنا قاعد نتكلم عن جانب شوف شلون رياضي فتحنا إلى فني إلى جانب ثقافي إلى جانب تجاري هذه لما تقول لما نقول إن الرياضة أكبر من صناعة يتخدم مسارات مختلفة وهذا الفرصة اللي قاعد إذا فهمناها بالطريقة الصحيحة الرياضة نقدر إن نأثر تأثير إيجابي بكل هذه القطاعات المختلفة وحتى إذا شفنا افتتاح كأساس يعني كلنا موجودين افتتاح كان يركز على كليلة ودمنا اللي هي ثقافتنا الثقافة العربية هو الأصل الهندي لكن انتشرت في الثقافة العربية هي كأس آسيا أي فهي ثقافة كأس آسيا الأصل الهندي لكن انتشرت بشكل عربي وترجمت فالشيء شفنا أن حتى الافتتاح اللي هو أهم شيء أساسي بالبطولة كان يركز على هالشيء شلون استغلوا الفرصة أنه يعني يركزون على القضية الفلسطينية عطوهم بالضبط يعني شارة ممكن أنه يوصلون صوتهم في طريقة ما تعرضهم لمخالفات دولية بالضبط فيعني عكس الثقافة نرجع حق الجانب الثقافي تلبيسة البشت حق ميسي في سمونا عقب ما فاز بكاس العالم هذه الفرص الرياضة تعطيك فرص لصناعات مختلفة أنه تحدث تطوير إيجابي وهذا المفروض للرياضة الرياضة ما المفروض تكون شيء مبتور عن سياقة المجتمعي وهذه الفرصة اللي ودنا نستغلها يعني. ومن هنا إحنا ننطلق أول شيء إحنا عندنا علم السلوك المجتمعي صحيح اللي ممكن التخصص اللي مو مشهور بالنسبة للناس خاصة علم السلوك المجتمعي ممكن نروح نقول مدارس وأطفال صحيح. وسلوكياتهم هذه لكن بالرياضة إحنا شنبي فيه زائد نفس الوقت عندنا علم النفس الرياضي شو الفرق بينهم؟ هم داخل بعض طالعين من بعض وبعدين هم مثل ما أشوف تقارير أنت تنشرها والكتب أيضا علم السلوك المجتمعي والتسويق والرياضة والمجتمع يعني أنت الحين أنا صدعت فجس لي إياهم واحدة شوي والله أنا خل أقولك هي ما تفضلت فيه بالبداية هي متداخلة مو يعني قلتهم
اجزاء مختلفه تماما عن غيرها. هي شلون نفهم السلوك البشري للانسان زين من خلال الدراسه العلميه، وهذا اللي يميز علم السلوك المجتمعي، هي دراسه علميه للقواعد الحاكمه للسلوك زين والاسقاطات او الخلفيه العقليه للبشر، خلينا نقول بعض الامور شعوريه بعض الامور ما تحس فيها لا شعوريه. هذا ومن هنا علم السلوك، ان قبل كنا نتوقع ان الانسان يتصرف بطريقه عقلانيه زين، بعدين تطور حتى هذا اول شيء بلش بالاقتصاد، عشان شيء كان اقتصاد سلوكي صار علم السلوك. اقتصاد السلوك يقول لك انه ترى الانسان ما يفكر دائما بطريقه عقلانيه، انا واحد زائد واحد يساوي اثنين، عاطفيه ممكن يدخل الدش العاطفه بالموضوع، الدش المكونات اذا بالليل خلينا نقول قل تركيزه فياخذ قرارات، فالصبح قراراته ممكن تكون انشط وممكن تكون حاضره اكثر، فهذا مؤثر. حتى ايام الاسبوع من البيئه ايام الاسبوع بدايه الاسبوع نهايه الاسبوع تاثر. فأكثر الجانب المؤثر على السلوك البشري خلنا نفهمه شنو فعلا الشغلات. إذا بتقول والله ترى 200 يعني خلنا نقول فرصة أمامك، أقدر أستوعب 200، لا والله 176 فرصة زين، هذا الدقة تساعد أو لا هذا أكيد صحيح قال 176 لا أكيد يعني دارسها فاهمها بس قال 200 رقم كبير مع انه بس يعني قبل كان العرب كان شنو دائما يعني يقولون تمام الارقام 200 100 200 يعني خلينا نقول 1000 ما يستخدمون هذه الارقام الدقيقه الا اذا فعلا قصدها. فلما تقول 100 170 فعلا انت تبي توصل معنى معين، لكن غيرها من مختلف الارقام خلاص هذه الامور الدقيقه تاثر على فهمك اللي يعطيك هذه المعلومة. الشخص اللي قدامك المفهوم هذا 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 مثال. حتى ليش احنا نبي نطلع برا خاصه علم السلوك البشري، نبي نطلع برا جانب احنا وايد معتمدين عليه اللي هو شنو القوانين والعفوا العقوبه والحوافز زين. انا اليوم انت وفرتوا لي ماي قدامي زين بكوب يناسب السيتنج، انا لو بجيب ماي يمكن ما التزم بهذا الديكور زين، يمكن ما يجيب ماي اصلا، فانتوا قاعد تشجعوني بطريقه غير مباشره وفرتوا لي هذا الامر، ما كنت مثلا مخطط اني اشرب ماي. هذا السلوك البشري والحوافز ما فيها، ما اعطيتوني مقابل اني اشربها ولا اعطيت عقوبه. فاحنا كيف يعني نحسن من السلوك البشري قبل ما نوصل حق العقوبات والحوافز؟ شلون المجتمع يحفز نفسه؟ راح نوصل حق العقوبات، مثلا اذا واحد طاف الاشاره الحمراء لازم نعطيه عقوبه زين، مو شيء والله تكفى لا لا هي فعلا يعني في خطوره زين. هل احنا نشجع على السلوك الايجابي اذا واحد التزم؟ في دول قام تجرب هذا شيء. فهي نرجع حق التعريف، هي القواعد الحاكمه لسلوك البشري زين، وما يخلفها من يعني تصورات ودراكات عقليه ممكن تكون انحيازات تاثر عليها. فهمنا يعني بعلم النفس اكثر يركز على جانب الفهم زين، وفي بعض الارشاد. واذا هل علم النفس يركز على الاشخاص والافراد اكثر شيء؟ كلاهم اثنيناتهم، لكن قلت لك علم النفس يركز على الفهم زين، وفي مدارس مختلفة، مدرسة العصبية ومدرسة البيولوجية ومدرسة والأنماط والفهم أكثر زين. علم السلوك اللي يعني نطبقه حاليا مثل ما قلت هو تطبيقي، يعني نقدر تقول علم النفس شيء داخلي داخل الإنسان نفسه، أكثر يحرص على الفهم أكثر يحرص على الفهم زين، ممكن يستوعب شو كيف ممكن يكون مؤثراته، فيكون في إرشاد، ويكون إذا تطور الموضوع إلى دكاترة إذا وصل حق موضوع الاكتئاب وغيره يعني تأثيره على النفس البشرية. إحنا لا، إحنا ما نتكلم عن السلوك والتسويق المجتمعي، إحنا قاعد نتكلم العملي. طريقة عملية شون نغير هذه السلوكيات، شون فعلا يعني ليش اليوم اللي يغيرني زين ممكن ما يغيرني بعد سنة، ليش تكررت الرسالة قبل لما كان خلينا نقول بالبدايات اللي تكلم عن شهر سرطان الثدي شهر 10 على ما اظن شهر 10 كان لما يكون شيء وردي فعلا يلفت انتباهك وشنو هذا الموضوع وفي فضول
تكررت سنه ورا سنه ورا سنه. الحين تشوف هذا الحين صار شيء طبيعي يعني خلاص. كل واحد بوست ينزل وخلاص انت ما يشجع على الفضل. فاليوم احتاج طريقه ثانيه للفت الانتباه وطريقه ثانيه لتغيير السلوك. فهذا الدوام خلينا نقول تطوير مؤثرات اللي احنا قاعد نتكلم عنها لان السياق يختلف. انت قلت القرن الماضي يسمونه الجمهور الانجليزي، الحين تطور يسمونه الموضوع زين. الجمهور الياباني خاص صار مو مستغرب انه يلتزم، انتشرت هذه السمعه، لكن هل صحيحه بكل جوانبها وغيرها؟ طبعا موضوع فشلون نقدر نطح على الرياضه بشكل عام خصوصا باخر 10 15 سنه. شوف هني انا باخذها بنقطه، اي اكيد يعني انا واحد احب الكره، اهلي ما يحبون الكره، يكرهون الكره. دراسه، ركز على دراستك، ركز على دينك، ركز على الامور هذه، شيء طبيعي. لكن بالكره بالنسبه لهم هذا شيء لا. ورد مرت السنوات والحين انا شغال بالكره وبالرياضه بشكل عام. في مباريات ممكن وانا صغير يعني انا حاضر في الدوري الالماني وقت مباريات العصر ما تاثر علي، بس بتابع مثلا مباراه كلاسيكو برشلونه ريال مدريد. طبعا الكلاسيكو ايضا تغير مواعيده عن قبل، كانت مباراة تبلش 11 12 بالليل توقيت الكويت، الحين ممكن عشان دخول السوق الصيني والاسيوي يقدروا ان يغيرونه. بس انا شخصيا ما قدرت اشوف المباريات، اهلي يجبروني ان انا انام بكر. زين بالرياضه هنا شنو تاثيره علي؟ شنو تاثير اختيار التوقيت؟ ليش غيروها بعد؟ ممتاز. اول شيء خلينا نرجع للنقطه الاولى ذكرتها، يعني خاصه الاهالي وتخوفهم وغيره، يعني المجتمع انه ينتبه. احنا لو نطبق قاعده جميله عندنا اللي هي اعطوا كل شيء حقه، لو كل واحد يعطي كل شيء حقه بدون خلينا نقول التفريط ببعض الحقوق، لا فعلا. وزائد هم قاعد يشوفون ابعاد زين، هل الرياضه عندنا تطورت الى صناعه ممكن التركيز فيها ممكن ياتي بعائد؟ لو كان هذا اللي حاصل ممكن ما ينفرون. اعتقد بالكويت للحين ما وصلنا المستوى، ما وصلنا المستوى لان الجانب الاخر ما وصل اللي هو الصناعه والاحتراف وغيره. خلي يكون هذا موجود ممكن انه تغير العلي مع الوقت، مع الوقت تغير طبعا طول الامور. لكن نرجع حق السؤال الاخير اللي هو عن المشاهد واوقات المشاهده. انا احط المباراه في عطله نهايه الاسبوع اعطي فرصه اكبر للعوائل انها تشارك. ليش؟ ايام الاسبوع ايام مدرسه. ف لو تلاحظوا حتى المباريات الدوري الانجليزي متى تصير؟ سبت واحد. زين اقول المباريات دائما بالنسبه لهم ويكند اطلع نهايه الاسبوع، فهذه ادعى للمشاركه. بس بالنسبه لنا ايام يسمونه ايام لحد دوام، وخاصه بعض المباريات السبت انت قاعد تجهز. فحطوا حق سياقهم، وبالعكس ان وهذا يدعينا احنا لما احنا نحط بدورينا واحنا دورياتنا الخليجيه والعربيه بشكل عام، هل احنا حاطين هدف في بالنا؟ كنا نتناقش عن موضوع انه كانت في مباراه يعني ديربي الكويت قادسيه والعربي الساعه 5. زين منو بيحضر؟ لا يعني نص الاسبوع كانت، هل ندرسها؟ هل بنص الاسبوع هل هي كانت انه خلينا نقول صعب ان نخليها ويكند؟ زين الساعه 5 طلعت دوامات عاطوا من مدرسه فعلا متحمس فولت المباراة. يعني اتوقع اول مباراة يعني فعلا توصل الى هذا. ممكن نرجع الى ان الفرق متنافسة بينهم نقطة الاول والثاني ومتنافسة على الدوري لاول مرة من سنوات. فهذا شنو يرجع حق موضوع في فهم السلوك واحنا ندرسه دائما السياق. مباراة يعني عقب ما اخذ يعني فريق معين الدوري وفرق 10 نقاط ما راح يكون نفس المباراة. فهذه الامور مؤثرة. نرجع احنا شنو نبي من السلوك؟ شنو نبي؟ هل نبي حضور؟ هذا شيء. هل نبي حضور الأهالي؟ هذا شيء ثاني. هل نبي يسمونه المتابعة التلفزيونية؟ هذا شيء ثالث. هذا كونه أي كرياضة نفس ما تقول يعني. أنت لازم واحد تحيط كل الأبعاد وكل واحدة لازم تحطها في بعدها. ممكن في هذه راشد تذكر في حلقة من الحلقات تكلمنا عن أن من ناحية اقتصادية إحنا ما نبي الجمهور يحضر الملعب، نبي يكون ورا الشاشات على اساس انه يشوف مباريات العدد اكبر، لان كل اذا كان ورا الشاشه عنده دعايات تقدر تعوض الدعايات. في دعايات في الملعب وفي دعايات بالتلفزيون. إيه اغلب عوائد الانديه ترجع من التي في برودكاستنج والامور هذه. فممكن احنا نبي توجهنا وين يكون؟ نبي الجمهور يكون بالملعب ولا لا بالتلفزيون؟ وشفنا هالشيء كان بكوفيد لما الام بي اي لعبوا بالبابل، هي مدينه كامله معزوله صوب ديزني لاند.
ضافوا اللي كان شو اسمه تايم اوت، والمفروض الفريق عنده 6 أو 5، ضافوا تايم اوت جديد للحكم بس علشان يكون في وقت او ثواني اكثر للدعايات، فهالشيء يزيد خصوصا بعد الازمه اللي صارت. ولاحظ حتى كانت متم لو نلاحظ حتى المباريات بالتلفزيون خلينا نقول الدعايات مختلفه عن لو انت بالملعب، فعشان كذي حتى المشاهد العربي قام بالدولة الإسبانية هذا موجود. الشركة العربية أعلنت بالملعب ببريطانيا. لا هي أعلنت أونلاين عن طريق تكنولوجيا. فهي تشجع هذا الشيء. نرجع حق السؤال الأول، هي رياضة، هي صناعة، هي اقتصاد، هي قوة يعني ناعمة. قوة ناعمة. كل هذه الأمور شلون نتداخل بالطريقة السليمة؟ شلون شنو الطريقة السليمة؟ هي حاطين بالاعتبار السلوك اللي إحنا نبيه. احنا ما ايضا ما نبي نقلبها شيء استهلاكي، نشجع الجانب الاستهلاكي. ليش؟ لان في جانب اجتماعي ايضا مهم، الجانب الاسري لما يروح الملعب ويشوف، لا وهذه لازم ننتبه لها، يروح الملعب ما يبي يسمع كلام يعني بذيء وصراخ على هذا، ولا التدخين اللي يصير الملعب، وهذه نقطه اذكر انا، ولا التوصيخ اللي يصير الملعب. انا هذه نقطه اخذت اذكر مره من المرات رحت مع اخوي الصغير مباراه، وقعدت من اخيس الاماكن بالنسبه للمشجع اللي هو ورا الجول. انت العاده المشجع يروح بالنص عشان يشوف الملعب، ليش؟ وحضرت مبكر على اساس اني انا ابي احمي اخوي الصغير، كان عمره يمكن 4 سنوات 5 سنوات، من التدخين بالتحديد. على حظي الملعب فول، اللي قدامي وراي ويمين ويسار قاعد يدخنون، فانا هني واجهت مشكله ثانيه، رغم ان التدخين ممنوع، رغم ان في تفتيش. وهذا ونرجع هم يفتشون اكثر على جانب شنو، لو تلاحظ اغطيه الماي، ليش؟ عشان ما ترميها، فوقفوا سلوك. لكن في سلوكيات ثانيه ظهرت، انه الحين ما يقدر ينفس عن غضب، انه يرمي، وهذا وشيء ايجابي. زين شنو كان ينفس غضب؟ التدخين، شراهه بالتدخين، ولا يسمونه الاسلوب اللي يتكلم فيه، ولا صراخ، ولا الهتافات. فمنو الضابط هني تطلع الامور اللي احنا نحدثها بالتغيير. قبل كانوا اتذكر في احد الأمثلة في جنوب أمريكا كان في شغب بالملاعب كبير، فشنو سووا؟ يابوا أمهات اللاعبين وحطوهم صوب الرابطة والأمور، بحيث أنه هو معاي حليم أمهاته يخف الحدة، تخف خاصة ولاء المشجع اللاتيني للاعب وعائلته. شيء كبير بالضبط. من وصلنا لللاتينيين، شو تشجع بين بوكا جونيورز وريفر بليت؟ والله انا يعني ما وصلت التشجيع لهناك، لكن عطنا نادي، لكن اكثر نادي حسيت انه انتشر الوقت انا اتابع فيه بوكا، وخصوصا الملعب يعني لما يفوز، خصوصا لما يكون في ديربي شيء، شوف الصبه شلون تحرك. وفي ممثل امريكي، اما ممثل التلفزيون، متزوج واحده لاتينيه، فكان يتكلم في فيديو حتى شرح انه لما راح مع هلا كان يقول حق صاحبه ارجنتيني انه بروح مع اهلي مباراه الديربي، فقال انت مينون؟ قالت الشتوح. قال انت ادخل يوتيوب وشوف كون الناس شفتهم، شوف المشجعين، شوف الوضع بعد المباراة. فيقول لما رحت هناك يقول يعني يقول طول جيم 90 دقيقة وشاعي واقف من كثر الهيبة اللي قاعد شوفها بالملعب. وشوف يعني حتى نرجع حق موضوع الخلفية والسياق، يعني قبل كانوا يقولون ريفر بليت نادي طبقة هذه النقطة اللي أنا بوصلها، ما زال ريفر بليت معروف أنه نادي الطبقة الغنية، غنية مقابل فريق الشعب اللي هو بوكا جونيورز. زين هذه الأمور تأثر زين من ناحية انتشار، لأن على حسب الاقتصاد طبعا، لكن هاي ممكن أمور تأسست، فإحنا ندري إن النادي هذا بهذه المنطقة بس كسب شعبية، صح، انتقل. وأنا أسألكم سؤال، قبل 20 سنة كم مشجع عربي حق مانشستر سيتي؟ قبل 10 سنين، 15 سنة. اليوم على عدد الأصابع تلاحظ شو جانب اقتصادي أثر على التشجيع والسلوك الرياضي. فإحنا نستوعب هذا الجانب، شون ممكن إنه يلعب دور كبير. نادي ريال مدريد سكر ملعبه زين لفترة يعني، وقسم جانب كبير من ملعبه عشان يجدد الملعب. ليش؟ عشان والله يستوعب الفعاليات حتى مو رياضية، حتى الحفلات والفنية وغيرها. زين سمونه نادي أرسنال يعني، وبناء الملعب الجديد ودخول رعاية اللي هي فلاي إمارتس، موضوع بناء الملعب وهي اللي بنت الملعب وياهم بالضبط. وبعدين خذ الانتقاد منه المدرب فينجر، ليش؟ حسب اقتصاديا. زين لحظة،
فكان يقولون هل هو مدرب ولا مدير نادي. ففي في افريقيا فيها بس مدرب، وفي سمونه يعزلون عن رئيس نادي ياخذ قرارات اقتصاديه. كل هذه العوامل بس اساس نسقطها على وين احنا لازم نتوجه كرياضه كويتيه، ولا وين حتى الحين قاعد تسعى للرياضه السعوديه، الرياضه الخليجيه بشكل عام، العربيه قاعد نشوف المغرب وانديه رياضيه. وهذا جانب اخر ما تطرقنا له، وانت يمكن ذكرته يعني بقصه اخوك الصغير لاحظه، جانب الجانب الطفوله. المغرب عندهم اكاديميات رياضيه، ترى هذا محصلة يوم ويومين طلعوا ترى مستوى الأكاديميات، وكل الناس ما تدري عنها، مستوياتها متقدمة جدا. فإحنا قاعد نشوف يعني آخر يعني المنتجات الناتج ما بعد سنين من التأهيل والتدريب وغيرها من أمور. زين هذه يعني أتذكر حملة سووها ليفربول، أو حملة أو أطلقوا فيلم اسمه دروبت، اللاعب باك يمين مال ليفربول أرنولد تكلم في دوكيومنتري عن هذا الفيلم، انه يا جماعه من يصير لاعب محترف 0.01% من اللاعبين يوصلون الى الاحتراف. هو قبل صح كان 1%، ممكن الحين شوي تطور الموضوع، يعني صار صعوبه الدوه. زين عدد كبير من اللاعبين، احنا قاعد نتكلم عن 99% اللي مات اللي سقطوا خلال هذا، و50% من سقطوا من 13 الى 16 الفئة العمرية، هذه يعانون من مشاكل نفسية. ما خلاص انت ما وصلت، ولا تخيل واحد انها يعني قعد 13 سنة يأهل نفسه للرياضة حاشته اصابة ما يلعب. وشفنا حتى امثلة من الصفنا عندنا، كان لاعب المنتخب مدعث، كابتن احمد مدعث تحية، كان لاعب بيدخل بالمنتخب ويشارك لكن اصاباته طلع يعني ما توفق. سيباستيان دايسل الالماني اللي تعرض لاكتئاب كبير، الحين بدأوا يتكلمون عن قبل أسبوعين هنري تكلم عن سمونة معاناته مع المشاكل النفسية، لاعبة التنس، وهذه كان تكلم مو بس قدر رياضة بشكل عام، لاعبة التنس اليابانية ضغط الإعلامي ما خلوها تشارك، قالت ما هشارك إذا كان إذا أنا كنت مجبرا أني أواجه الإعلام. بالضبط بطولة تتوقع فرنسا فرنش أوبن، تكلمت أنه لحظة أنا ما تقصبوني على المشاركة الإعلامية تدخل تحت. احنا انا خلينا نتكلم عن طفل، عن سلوك الرياضي الطفل. قاعد اقول لك ذكرناها بعض الامور والتاهيل، انا اذا بسقطها على الجانب الرياضي بالكويت والناس مو مستوعبته شنو سوى فينا الايقاف الرياضي. انا ما ابي ارجع حق الخلافات اللي صارت، لكن الايقاف الرياضي دمر جيل كامل. ليش؟ خليني اقول لكم يعني على قولتهم نفسيا، شنو اللاعب او المراحل السنيه يبي يوصل حق فعلا انه يلعب بالنوادي الكبيره، لكن ايضا يبي يوصل حق شنو؟ منتخب. احنا نتكلم عن اغلب الرياضات حتى مو بس كره القدم، هو الايقاف كان على كل الكويت بالكامل. أيه. فانت الحين وقفت عنا ان الحافز، واحنا قلنا حافز جانب كبير من تاثير على السلوك. زين لحظه، مو بس حافز، شيء ثاني حتى انت عشان تطور مهارتك لازم تقارنها بغيرك، وين وصلنا، شنو قوتي، ما تقدر تقارن، ما قاعد تباري الناس بالمحافل. يعني فأنت اليوم قاعد تشوف توك أثر. إحنا مو وين رحت شفت كويت بكأس آسيا؟ لا منتخبين عرب فقط للأسف اللي ما شاركوا. إيه اللي ما شاركوا. فإحنا قاعد نتكلم عن حصيلة. أنا ما اليوم ما بي يعني أذرف الدموع على الرياضة الكويتية. ليش؟ اليوم وقت تصحيح المسار، فهم شنو الأبعاد، وأنت الحين هذا جيل يستثمر في الرياضة. ليش نعم فيها تأهيل يعني على قولته مهارات نفسية، مهارات اجتماعية، في فرص كبيرة يغطيها الجانب الرياضي أكثر وأهم من الجوانب. أستاذنا أنا بأخذها من إحنا نتكلم شيء أكثر عن الرياضات الجماعية، ممكن عندنا رياضات، ممكن راشد مهتم بالرياضات الفردية والرياضات اللي مو مشهورة. من وين نبدي بهالرياضات؟ مثلا عطنا الأمثلة، راشد فريزبي، عندنا الأفون، عندنا الكارتينج، وعندنا رياضات أغلب رياضات المحركات. عندنا احنا دائما جمهور معين يتابعها ويشجعها، وشون تنتشر من جيل لجيل، الأبو مثلا مع عياله. يعني وايد وايد من الناس لما قاعد معهم هذا السؤال معهم عن الفورمولا ما يعرف، الله ما يقول سيارات وسباق سيارات وبس، وما يدري في هندسه سمعتنا فراري. وشوف ايش صار لما طلعت دوكيومنتريز والافلام الوثائقيه عن هذا الجانب ولا الافلام. هالشيء خلى يعني قبل ما كان في ولا سباق، نتكلم قبل 5 سنين ما كان في ولا سباق يلعب امريكا،
بعد ما طلع وثائقي كان يدخل سباق. وأيضاً دشت كنرجع حق رياضة شنو حتى قوة ناعمة. فصار أهمية المدينة إنها تتبنى سباق فورمولا وصار تسويق حق المدن. كم سباق فورمولا بالخليج؟ عندنا بجدة وعندنا البحرين. أبوظبي وقطر. قطر يعني تكلم أربع دول. لا جدة بحرين. جدة بحرين الدوحة وأبوظبي. يعني أربع دول خليجية من أصل ستة اليوم عندها سباق الفورمولا. وتو إحنا حلب يعني أذكر كنت قاعد اجتماع مع مو اجتماع يعني لقاء مع واحد من مدير حلبة الكي إم تي عندنا قال إحنا حلبتنا مجهزة. حلبة مجهزة على معايير الـ FIA اللي هم منظمة المحركات، لكن نفس ما قلت احنا مو جاهزين بشكل، احنا ككويت مو جاهزين نستقبل هالسباق هذا. انا يعني عقوتهم يعني دائما اقول ليش تركيزنا على الرياضة القدم زين وما نركز على بقية الرياضات اللي فيها اهمية ايضا، لكن بطريقة اخرى يعني اذا هذه رياضتك اللي فيها جماهيريه وشعبيه كبيره كذي تعاملك معها، شو تتوقع تعاملك رياضة باجي رياضات رياضات ان شاء الله احنا نتفائل. وقلنا لكم بعلم السلوك والتسويق المجتمعي اهم فكره عندنا ان شلون نغير، شلون فعلا نحدث تغيير بالسلوكيات، التدخين اللي يصير بالملاعب يسمونه التزام، ما نتكلم شعب الياباني اللي حط الأوساخ لا احنا شلون نحطها بمجتمعنا، شلون نطبقها، شلون. وهذا يعني مو بعيده، قبل يعني سنين قريبه زين السعوديه كان تواجه مشكله يعني بالتعصب الرياضي وتعصب كبير جدا. لكن احنا شفنا شلون خفت الحده، وحين صار في توجه انه يعني على قولتهم لا في تدخلات من هيئة عامة مثلا للاعلام، شلون انه لا انا شلون قلت لكم دخل المشجعين ودخلوا اللاتينيين دخلوا الامهات ودخلوا يعني على قولتهم اكثر من مبادره. بالجانب السعودي ايضا وين شافوا فرصه تدخل بالجانب الاعلامي، ليش انا اتاجج الاعلام ياجج بعض هذه الممارسات اللي قاعد يحاولون يغيرونها. ففعلا صار في انت كمشاهد تبلغ الهيئة العامة للإعلام انه ترى في واحد الإعلام شجع على التعصب الرياضي. بس في هذه الشغلة ترى حطوا لهم شيئين، اما انك تعتذر اعتذار رسمي او انك تتعرض لعقوبات مالية وعقوبات او ايقاف ومشاكل. وصار في تغريم، انا شفته، انا يعني على قولتهم شفت قرارات إعلامية للتغريم. انا الفكرة اليوم الواحد يحط قدامه السلوكيات اللي يحتاجها انه تغير، يمكن زيادة تنافسية زيادة بس لازم نفهمها بسياقها الكبير. استثمار شنو عقلية سمونا الاستثمار اللي احنا قاعد نتكلم عنه، شنو وين احنا بنروح كتوجه، يبي لها قيادة. فاحنا الامور كلها مترابطة تحتاج مختلف التخصصات، لكن التأثير نرجع حق الجانب السلوكي. هذه النقطة كنت راشد ديربي سيلتيك رينجرز، ديربي سياسي بحت، هني يدعم القضية الفلسطينية، هني العكس مثلا إذا خذناها على القضية الفلسطينية، هني من طائفة مسيحية، هني من طائفة مسيحية. عندنا ديربي بألمانيا، عندنا ديربي من التعصب الحزب اليميني كامل والعكس الحزب الشمالي أو اليساري مثل ما يسمونه كامل. طبعا في ديربيات هناك بألمانيا في شروط محددة، طبعا تمنع الكحول، كثفون عدد الشرطة، يقللون عدد المقاعد، في أمور زين. إحنا عندنا ديربيات سياسية فيها طبقات مختلفة، طوائف. لكن نرجع لمجتمعنا الكويتي بالتحديد، خلينا نركز على مجتمعنا الكويتي. مجتمعنا الكويتي مجتمع صغير، ممكن شوي متجانس مترابط، ما عندنا شوي هذه الأمور بهالقوة نفس اللي موجودة في الدول الثانية حالياً لسبب حالياً لتدني المستوى بشكل عام، مو لأن لو ترجع أيام قبل كانت حدة أكبر زين، لأنه كان في اهتمام تسليط إعلامي أكبر. الحين خفت الحدة يعني، وقل عدد اللي يعني على قولتهم يكون في تناوش. لكن مجتمعنا نفهمه، احنا لو نصب كل تركيزنا على كيف نرفع من احترافية، لأن أنت لما تنمي رياضة تقدر يكون فيها توجه، ممكن أن تعالج السلوكيات. أما تبقيها على حجمها الحالي ومن غير تطور وتبي تغير السلوكيات، لا أنا اليوم لو بس أقنع صناع القرار، وأنت قاعد تشوف الحين تم إقناع صناع القرار بشنو
بالاستثمار الرياضي، قلبوا كل الأندية إلى يعني مجمعات تجارية، وصار في ضخ وصار في تطوير وصار في زين كل شيء تطور الأساس. لو تلاحظ إلا شنو؟ إلا الرياضة، إلا الملعب، الأداء والسلوك. يعني أنت حتى مو داخل الملعب، مو بس الملعب، حتى اللاعب، حتى اللاعب بعد. هذا جانب. بس أنا قصدي أنت لما حطيت حافز إن في يعني على قولتهم عوائد سواء مادية أو غير مادية، حتى وأول شيء أول شيء أنت عشان تبني شيء دي تبني مثلاً أنت تبي تدخل استثمار رياضي لازم تهدم القديم. يعني نفس ما ذكرت أنت التدخين، نفس ما ذكرت أنت السب، أول ياكل ويقطع الأرض الحب وتشوفها. فإذا أنت بحياتي أنا بحياتي ما دخلت ملعب خصوصاً دوري الكويتي وشفت فيه سكيورتي موجودين فوق، أنت إذا ما قاعد تحط السكيورتي منو السكيورتي موجود؟ قوات الأمن اللي قاعدين برا، يعني برا وكيف خيرهم. يعني انت لا تلاحظ حتى الملاعب اللي برا في منظمين داخل. لازم اتذكر يعني جانب مهم بهذا الموضوع، حتى يعني اذكر التجربه السعوديه لان فيها في توجه لتسليط الضوء على الرياضه عفوا. فاحنا قاعد نتكلم عن جانب التطوعي، دخلوا متطوعين فشون قاعد تفيد جانب. ايضا احنا نتكلم عن جانب اقتصادي، حتى توفير فرص وظيفيه، حتى هذا يفتح جانب كبير ثاني. يفتح لك ممكن انا نفسي ترى انا موجود بالسوق السعودي، متابع موجود بجروباتهم واشوف الفرص الوظيفيه اللي موجوده. يعني واحد يقول الله يهنيهم، ومو احنا مو بعاد اذا فعلا ركزنا كل الموارد وفعلا في تحركات. لكن يعني انا يعني مختلف عنكم بطريقه اني مو ملم كثركم ما شاء الله بالجانب المحلي. ممكن انا مثال للناس اللي قبل ايام يعني ما ابي اقول احمد الصالح، وكنا نتابع قاتل فعلا كنا مستثمرين بالرياضه حضورا وتأييدا. الحين يعني من الناس اللي تساقطوا بسبب انه اخذت منحنى اخر غير الرياضي خلال السنين الاخيره، لعل يعني يدركون اهميه التوحد الى اتجاه يعني مشترك. وان شاء الله ودي اتكلم نفس الشيء، اذا طرحنا نفس المشاكل عندنا احنا، عندنا الجماهير يتهاوشون، عندنا الاداريين يتهاوشون، عندنا اللاعبين يتهاوشون. واحنا اذا احنا الدوري الامريكي للثيرد كوارت سله، الصف الامامي ناس تقعد، هذه تذاكرها مختلفه مو عن الاماكن والاسعار، لا تذاكر اذا قلبتها يحط لك ان انت كونك بالصف الامامي انت مسؤول عن اي شيء يصير في الملعب. بالبلاي اوفز اللي صار انه في لاعب بالغلط طاح على المشجع الموجود على الصف الامامي، فشنو قام ودزه، فكان ياخذ السكيورتي ومنعونه يدخل 3 مباريات. ليش؟ لان انت لما تاخذ تذكره انت موافق على الاشياء اللي تصير، ففي عقوبه وعقوبه تتطبق. فلما يكون الناس تكون ناس جديده المنصه قاعد يتهاوشون. المثال قاعد يعني قاعد يصير في، خلينا نقول مثال سيء، انت قاعد تحكم انت فوق الجمهور قاعد تشوف في سلوك راشد مقابل سلوك القدوات. فايضا اذا تكلم عن رياضه في تاثير بالمثال، اذا في جو مشحون من الاداريين. فانا ارجع واقول انا ما ابي اسقط صوره ظلاميه، كل دوري فيه شغب وكل دوري فيه يعني على قولتهم تعصب، وكل طبيعي، واصلا هذا حالات الكره والرياضه انه يكون في تنافسيه. لكن احنا نحتاج نكبر الدوري، نحتاج وفي بوادر والله، في تجربه جديده حاليا بخصوص البث، ممكن انه نعم. ما اتكلم عن هذه تجربة، اتكلم عن خلينا نقول تجارب اخرى، نادي بدا يستثمر وتشوف هذا الانعكاس من الاستثمار الرياضي على اللاعب نفسه، على المحترفين، على الاداء عشان يرجع منتخبنا يشارك بالبطولات. فكل هذه الامور يعني تي اذا واحد حط رؤيه متكامله متداخله في جميع التخصصات. لكن احنا الحين عندنا تجربه سعوديه، عندنا تجربه القطريه مثلا، في اختلافات كبيرة إذا خذينا الجماهير والعدد والنسبة والتناسب. طبعا السعودية فارقة نسبة عدد الجمهور وكل نادي. أيضا التجربة القطرية أول شيء بدأوا في بناء المرافق، بناء الملاعب، بعدين طوروا. التجربة السعودية ممكن العكس، هم عندهم احتراف، ملاعبهم ترى مشابه لملاعب الكويت تقريبا، لكن قدروا ان يطورونها بشيء بسيط. يعني هم طوروها بشيء بسيط، بعدين الحين بلشوا في المرحله الجديده، هي مرحله بناء الملاعب الجديده الحديثه. شنو الاحسن احنا الحين وين نبدا؟ احنا اهم شيء يكون عندنا نموذج او خلينا نقول منهجيه في التطوير. يعني فعلا نبي فعلا نطور من الرياضه. يعني دائما اقول اذكر هاي التجربه ما لها شغل بالرياضه بشكل عام،
نيويورك لما كانت عندهم مشكله بالاندرغراوند، وانها تصير في كثير من خلينا نقول حالات الشغب وحتى السرقه وغيرها. فغيروا شيء واحد، ايش سووا؟ نظفوا الاندرغراوند بطريقه يعني بحيث انك حط وحطوا كاميرات بحيث انه خلاص انت ما غيروا وحطوا شرطه ولا سكوا المحطات لا غيروا هذه العوامل النفسيه اللي ممكن ان الواحد يتجنب هذه السلوكيات المرتبطه بالشغب، جرافيتي كل مكان، نظفوا كل يسمونه الرسم على الاطراف. احنا كنا نتكلم قبل الحلقه انه الملاعب الحين قاعد تقول قاعدين بدكه، قاعدين مصبه قاعد زين، هل ماكو بقط حبك يعني؟ في بعض الناس يقول لك ما راح يستخسر انه قطع، يقول وصخ ما برر له. بس هذا خلينا نقول اذا نرجع حق طريقه اتخاذ القرار، نرجع علم السلوك معني بالتركيز على عمليه اتخاذ القرار لدى الانسان. زين، فهو شنو يخليه يدفع هذا القرار؟ والله الملعب كوسخ، ليش انا انظف؟ غير لما واحد مثل ما قلت بالهيئه العامه الاعلام بالسعوديه، لا انت بلغني، انت مكنت يسمونه الجمهور انه يبلغ انه في تعصب رياضي، فشون نشرك هذه الدربيات؟ الفكره حلو انه يكون عندك اختلاف، لا يعني فريق الاصفر وهذا الحماس يعني مقابل الفريق الازرق بشكل عام، بتكلم بشكل عام، وفعلا يلقون شيء مشابه بينهم. زين، وهذا طبيعه النفس البشريه. زين، انا من هذه المدرسه وانت من هذه المدرسه، انت انا من هالمنطقه انت من هالمنطقه، طبيعي الاختلاف، لكن شلون نلقى توحد بين ان كلنا لما نجتمع وين؟ المنتخب. صح، ففي هذا التجانس انه، وهذا يعني لو ترجعون حق ايام مدريد وبرشلونه خافوا على المنتخب الاسباني من كميه حده الاختلافات ايام مورينيو وغوارديولا. ولا تنسى ان اختلافاتهم ايضا عرقيه، تتكلم عن كتالونيا هذا شيء اكثر بقوة. لكن مع ذلك تدخلوا كوابتن الفريق، يا بويول يا انت يا كاسياس، قالوا لحظه زين لازم نوقف مشاكل، لازم توقف عند النادي لما نروح المنتخب. وفازوا بقمه المشاكل، فازوا يورو، كاس عالم يورو ورا بعض، فضبطوا شافوا في سلوكيات خرجت عن السياق المنضبط وشون عدلوها. فكل هذه سلوكيات تأثر، ويعني فعلا مجالات متداخلة مو بعزل واحدة عن الأخرى. يعني أنا اللي فهمت اليوم يمكن إحنا بكويت إحنا مو بعاد عن الناس، يعني ما نقدر نقول إحنا حيل بعاد، إحنا ممكن نحتاج بعض الأمور الملموسة، ننظف ملاعبنا مثلا بالرياضة، نضبط شوية القوانين، نضبط سلوكيات الأفراد، ممكن هذه الأمور إحنا مو كل هذه الأمور، بس نحتاج توجه عام. والله احنا متوجهين ان نحسن يعني الدوري واضح، يعني ترى المشجع الرياضي ايش نبي بالاخير؟ متعه، وفعلا يقضي وقت مع ولده مع ربعه، يروح المباريات يشاهد كره. زين، لان قاعد نشوف كل ما يقل المتابعين للدوري الكويتي ما كان يقل المتابعين للدوريات العالميه، بالعكس اذا ما زاد تزيد ولا عادات ترجع. يعني من الاشياء اللي شفتها بالكويت، احنا ناس ما قلنا، احنا انت قلت ان احنا ممكن مو وايد متاخرين، لكن متاخرين بشكل بسيط. بس الشيء اللي شفته بالكويت كاس اسيا للصالات لما صار الصباح، مثال جيد. انا تقريبا سنه ونص اي اللي صار انه شنو، انا اذكر كنت موجود وحضرت، لا شفت تنظيم مختلف، لانه تنظيم كان من اسيا، من الاتحاد الاسيوي، ما كان مثلا من اتحاد كره القدم نفسه يشوف بالدوريات. وفعلا كان فرق افتتاح البطوله، كان شيء جدا جميل، التنظيم، التذاكر كلها اونلاين، دخول ما تدخل كان سهل، اي دخول والاشياء، الاكل ما ينقطع على الارض، وفي سكيورتي، في شيء ممكن يطبق عندنا. مثال، نرجع حق كلامك، ليش احنا مو بعاد؟ احنا عندنا امثله تجارب، انا يعني يمكن تاخرت اليد عن يعني على قولتهم كره بسرعه طاحت، وبسرعه يعني على قولتهم قل مستواها، اليد مسكت لفتره قريبه، وفعلا المشاركات للحين موجوده، الثالث باسياد توا. فاحنا عندنا امثله رغم كل التحديات قدرنا نحافظ على مستويات جميله بالرياضه، نقدر. واهميه الكره بشيء واحد، ان شعبيه اكثر ويسمونها فيها مشاهد يعني مشاركه اكبر، فنحتاج نسلط الضوء مو كرفاهيه. كره قدم ما صارت رفاهيه، كره قدم صارت ما قلت صناعه وفرص اجتماعيه
زين، وفعلا واحد يكون منتمي حق شيء داخل دولته زين، ولا انه والله واحد متعصب فريق الماني زين. لحظه، شنو قيم الفريق الالماني اللي قاعد يعكسها؟ شنو مشجع الماني يعني بشكل عام؟ قصدي فريق ايا كان الدوري، ايا كان الدوري زين، يمكن يدعمون قضيه انا ما اتفق وياها، يمكن زين. شنو احتاج انا صناعه من الاكتفاء الذاتي من رياضتنا؟ وفعلا هذه ممكن تاتي نتائج على مناطقنا، على دولنا. احنا فعلا قاعد نتبنى رياضتنا، وهذا اللي ازعجهم، وهذا اللي ازعج كثير منهم في تصدير قطر يسمونه كتكميم من افواه. اكتشفنا بعد مع يعني الاحداث الحاليه تكميم افواه مو عندنا زين، وعندهم هناك بالضبط. ونفس الفريق اللي سكر حلجه يسمونه فريق الالماني، الحين روح شوف شلون تكميم الافواه عندهم. فاحنا نحتاج يعني نبني، خلينا نقول الجمهور واعي ومستوعب ان هذه الازدواجيه في المعايير ما راح تطبق علينا. انت يعني بذكر اسمه كروس، انا مدريدي زين، انا مدريدي، شلون عامل يسمونه الجمهور السعودي؟ ليش؟ لا، في راح تكون دائما غيره عندهم. هذا تتكلم عن جانب العنصري، في ناس ما راح يعجبهم ان رياضتك تتطور، تبيهم انت تصرف فلوسك على يسمونه رياضتهم وغيرها يسمونه من امور. فاحنا لازم نكون واعين وفعلا نتبنى قضايانا المجتمعيه. الحين في حمله بارسنال، قلنا على مدريد وارسنال، فيمكن احنا كنا متفقين على ارسنال ترى، لا تحاتي. يلا زين، هاي حبيت البودكاست اكثر. يلا بس الفكره اليوم عندهم حمله نو مور ريد، حمله اجتماعيه تعني بنورث لندن، المنطقة يسمونها شمال لندن اللي هم موجودين فيها، إن تقليل الجرائم، لأن هذه قضية عندهم زين. وعجبتني هذا سلوك المجتمعي، يحاولون زين قضايانا المجتمعية، شلون نشارك يسمونه محيطنا، شلون نشارك يعني على قولتهم ونحقق قضايا، لأن هي فرص. الرياضة توفر فرص يعني استيعاب الأطفال وتربيتهم بالتربية الصحيحة والتنافسية والقيم اللي تغرسها الرياضة لدى الأطفال. فأنت نأمل إن خلينا نقول نستوعب كصناع قرار ومسؤولين إن بعيد عن التنافس على أسباب مختلفة عندكم، ترى إحنا عندنا يعني أولويات مجتمعية. الرياضة تقدر تأديها من ناحية صناعة، اقتصاد، توفير فرص عمل، تطوع، يسمونه فن، ثقافة، وكسياسة قوة ناعمة تركتها قطر، وإن شاء الله قريب بالسعودية راح يستضيفون كأس العالم، وفعلا يستوعبوا. خل الغيرة شغالة عند الغير، لكن إحنا اليوم نقدر نوصل مثال حق رياضة سليمة إذا توجهنا بالتوجه الصحيح مع طرح مثل هذه المواضيع وإشراك الجانب التخصصي والعلمي أكثر في هذا الجانب. صحيح. راشد، تحضر مباراة كرة قدم فقط بدون أي شيء، تقعد على صبة دينار، ولا أنت مستعد تدفع طيران وتدفع تذكرة مباراة ممكن تكون 20-25 دينار، بس المباراة عبارة عن كرنفال؟ دا تدفع بين الشوطين، تدخل بلاش بعد بين الشوطين تقدر تدخل بلاش وتتع يعني اكيد يعني الواحد ذهنيا ما حيستمتع لما يروح الجيم. يروح الجيم يحاتي ما حتى فريق يخسر، يحاتي البيئه اللي موجوده هنا. يعني انت مستعد ان تدفع اكثر عشان تستمتع في المباراه؟ طبعا لا، استمتع من هاي 90 دقيقه، هاي 90 دقيقه بالجمهور، بالتنظيم، بالملعب، بكل شيء، كل شيء. المدينه نفسها مهيئينها حق استضافه البطولات. من جواب راشد انا راح اختم الحلقه اليوم في رساله نوجهها. احنا اليوم الله يعني منعم علينا الحمد لله، عندنا من خيرات الله، عسى الله يديمها ان شاء الله على بلادنا وبلاد المسلمين. لكن احنا مستعدين ندفع، ومستعدين ندفع مبالغ كبيره اذا كان في شيء يسوى مقابل هذا المبلغ. اليوم احنا بالكويت مو متخلفين، احنا بالعكس كافراد كأشخاص متعلمين مثقفين، في أهل اختصاص اللي موجودين، عندنا أحد الأمثلة يعني أستاذ سعود الخيص، عندنا أكثر من شخص في جميع المجالات. كل اللي نحتاجه صاحب قرار واحد يتخذ القرار، يسمع كلام أهل الاختصاص، وراح نوصل سنوات. أنا أقول 3 سنوات إحنا ممكن راح نوصل مستوى خليجي وممكن نتجاوزها. أستاذنا سعود الخيص شرفتنا اليوم. شرف لنا، ما قصرت على طرح مثل هذه المواضيع، و بالعكس يعني في جوانب إيجابية تم ذكرها نقدر نبني عليها ونقدر نطمح بإذن الله بوجود
مجتمع رياضي هادف الى تغيير مجتمعي ان شاء الله من خلال سلوكيات من ضبط من افكار بناءه. ان انت طاحت طبعا طاشت. يعطيك العافيه. الله يعافيك. استمتعت والله جدا. احس تلخيص البودكاست كله من امن العقوبه اسهل ادب. انت من عندك قوانين موجوده من تطبقها بس خلاص. فعلا توفر بيئه يعني على قولتهم يعني داعمه للسلوكيات الايجابيه منفره للسلوكيات الغير مرغوبه سلبي. فنقدر نوصل ان شاء الله باذن الله. باذن الله. انا احب اشكر استاذ مسعود الخيص، اشكر راشد الصالح يعني على الحلقه الجميله، من اكثر الحلقات اللي انا مستمتع فيها، معلومات جديده بالنسبه لي، قدرنا شوي ان احنا نفهم سلوكيات المجتمعات والافراد وايضا اهميه الرياضه في المجتمع الوطني المحلي الدولي اللي يسمونه. الرياضه ما ظلت بالصناعه مثل ما قال، الرياضه اكبر من مجرد صناعه، الرياضه شيء اساسي في الحياه واساسي جدا في جميع المجالات. إذا اهتمينا بالرياضة راح نقدر نهتم بأشياء ثانية. يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله في حلقة ثانية.